اليوم هاد الندوة كتجي في سياق يعني اولا 10 اكتوبر اللي هو على الابواب من اجل الوقوف على وضعية النساء والوقوف على العراقيل التي تحول دون تمكينهن من حقوقهم الإنسانية وكذلك ما هو منصوص عليه دستوريا، وكذلك في اطار تذكير بالمطالب ديال التنسيقية النسائية فيما يتعلق بتعديل مدونة الأسرة. وحنا كنتظروا ربما القريب العاجل انه يطرح مشروع المدونة اللي كنتظروا يكون مستجيب لتطلعاتنا والأمال ديالنا وكذلك المطالب اللي رفعناها في المذكرة ديالنا أمام اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة، على أساس أن هذا القانون ما يعتبر من بين القوانين الأساسية المؤطرة لوضعية النساء على مستوى باقي القوانين الأخرى، واللي كاين واحد التقائية ما بين مدونة الأسرة وقانون المدني، التزامات قانون المسطرة المدنية، قانون جنائي ومسطرة جنائي. وبالتالي كنا كنتمناو أن هذه القوانين ما تعرضش على البرلمان من أجل المصادقة إلى حين صدور مدونة الأسرة، باعتبار كاين هناك التقائية وما يمكنش أننا نعدلوا قوانين إجرائية قبل تعديل قوانين الموضوع، خاصة أن اليوم قوانين الموضوع اللي مطروحة خاصة القوانين الإجرائية اللي مطروحة ديال المسطرة المدنية، يعني أولا لم تستحضر مقاربة النوع، ثانيا كتضمن مجموعة من مظاهر التمييز بين المواطنين والمواطنات، وأن أكثر الفئات تضررا من المقتضيات اللي جات بها مشروع مدونة الأسرة هن النساء، سواء فيما يتعلق بالولوج للعدالة، سواء فيما يتعلق بحق في التقاضي على درجات التقاضي. وبالتالي هذه كلها أمور اللي هي مترابطة، المفروض أن الحكومة تعمل على تقائية البرامج ديالها سواء على مستوى السياسات العمومية أو على مستوى القوانين. ونتمنى أن قانون الأسرة اللي غادي يصدر قريبا يكون فعلا رفع هذا التحدي ومستجيب لما مطروح على المغرب فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، فيما يتعلق بضمان المساواة وإشراك المرأة في التنمية كما ورد في العديد من الخطابات الملكية بمناسبة عيد العرش ومناسبة عديدة. وكذلك المفروض اليوم أننا نقطع قطع نهائي مع كل مظاهر التمييز أينما تجلت على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي، من أجل أن تتمتع النساء بحقهن الأصيل في المساواة، في الولوج للعدالة، في الولوج للثروات كذلك، والولوج لحق الملكية اللي هي مقصية منها. اليوم درنا مائدة مستديرة حنايا الجمعيات المكونة للتنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، اللي وفي سياق النقاش الدائر الآن حول ورش تغيير الشامل العميق لمدونة الأسرة اللي قطع أشواط مهمة الآن، يعني الآن بصدد احنا بصدد النقاش واستمرار النقاش والترافع من أجل يعني التأثير في يعني التأثير أو الضغط على صناع القرار باش يكون واحد مشروع ديال المدونة أو قانون أسري يعني اللي كيحقق المساواة والعدل والمصلحة الفضلى للأطفال، وكيقطع مع السلطة أو المفاهيم ديال السلطة والهيمنة الذكورية في المقتضيات، يعني في المقتضيات أو في كل ما يتعلق بحدود ديال مدونة الأسرة، سواء في الزواج، سواء في الطلاق، سواء في اقتسام الممتلكات، سواء في النفقة، في الحضانة، في الولاية، منع التعدد إلى غير ذلك من المقتضيات التمييزية اللي بغيناها أنها تكون يعني تصحح فيها الاختلالات وتكون مبنية على قاعدة المساواة ومبنية على قاعدة المواطنة الكاملة للنساء والأطفال والرجال طبعاً.
ما يمكنش أنه نتصوروا أنه يكون تماسك أسري كما بغى يكون تماسك أسري ليكون على حساب حقوق النساء وحقوق الأطفال, وما يمكنش أنه يعني أن نتصوروا إحنا في قرن 2021 أنه نتصوروا أنه يكون تراجع على مقتضيات ديال الدستور وعلى التزامات المغرب الدولية. بغيناه قانون أسري اللي يضمن لنا الحقوق الإنسانية للنساء المتضمنة في الفصل 19 من الدستور, وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للنساء. وشكرا لكم.